السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم ايموبيلي مسفيوي. اجيو تشوفوا معايا على دوبليكس، الباب ديالها مستقل واللي معها الكراج، كتواجد في اير بلس 2 على الدخله. كما كتشوفوا كاين الصالون دوبليكس، لي فينيسيون عصريه، صباغه بلاتينيه، الارضيه جد ممتازه، وكذلك البلافون لي سبوت والليد. كما كتشوفوا هنا كاينه صال دو بان والبيبان اللي متقونين تاهما في الاصلاح. دوبليكس اخر ما كاين في الاصلاح، ديما الجديد. الدوبليكس جوج ديال الواجهات مشمشه مع اجونس ايموبيلي مسفيوي، عقارات اللي محفظين، والبيت يكون عند النوتير الحمد لله. شريت بزاف ديال الناس، وشكرا لجميع الناس اللي كيراسلوا لي، العائلات والاصدقاء ديالهم، شكرا لكم بزاف. الحمد لله الهدف ديالي هو اللي شريت ليه اللي تيجيب ليا العائله ديالو ولا الاصدقاء ديالو، هذه هي اهم حاجه، وتتبقى الخدمه مستمره. كما كتشوفوا هنا كاينه جرده، الدوبليكس راه مشمشه في موقع جد ممتاز قرب مسجد الوحده. كما كتشوفوا ماريو في الحيط بالام دي اف برومي كاليتي، كذلك البيبان حتى هما متقونين. دوبليكس اللي كتكلم على راسها ديما الجديد. الثمن ديال الدوبليكس 95 مليون قابلة للتفاوض. كما كتشوفوا صباغة بلاتينية، البلافون لي سبوت وليد ديما الجديد. دوبليكس اللي مشمشة كما كتشوفوا. دابا غادي نشوفوا لاكاف، الدروج الرخام والانوكس، خدمة اللي متقونة. هاد الفيديوهات راه غير كنقربكم من هاد العقارات، يمكن الانسان يجي يشوف بعينيه باش يعرف اشنو كاين. كما كتشوفو هنا لاكويزين ايكيبي عصرية، الام دي اف برومي كاليتي، حتى لاكاف مهوي كما كتشوفو، الشراجم كبار. كما كتشوفو دوبليكس اللي كتكلم على راسها اخر ما كاين في الاصلاح، وراه معاه الكراج خاص بالدوبليكس. باقي بزاف ديال العقارات غادي يكونوا على القناه ايموبيلي مسفيوي. شكرا لجميع الناس اللي كيتصلوا بيوتيوب ويتاكدوا واش منير مسفيوي. شكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم، والثقه ديالكم هي راس مالي. كما كتشوفوا ديما الجديد ان شاء الله، عقارات فاخره وفي مواقع جد ممتازه قرب لجميع المرافق العموميه. والتسليم راه في الحين، الانسان راه يسكن من نهارو، والبيع راه تيكون عند النوتير اللي هو الموثق. الحمد لله مع اجونس ايموبيلي مسفيوي انتم في ايدي امنه، خصوصا في هذا المجال ديال العقار. الانسان خاصو يشري حتى يعرف شنو شرا، ما خاصوش يفكر غير لذاك النهار اللي باغي يشري، يفكر حتى النهار اللي بغي يبيع يسيب الشاري. ديما ما تزربوش الشرايا، وسولوا على بزاف د الحوايج خاصكم تردوا لهم البال. قشر الانسان غادي يحط واحد الفلوس صحيحه، خاصو يعرف مع من كيتعامل. شكرا لكم بزاف، وانتظروا الجديد.